إنزين، هاي الخطوة الأولى شو صار فيها؟ هاي الخطوة الأولى، هاي الخطوة شو صار فيها؟ باي باي. هاي كلها أمور يعني بسيطة، المفروض حتى ما ندخل فيها أصلا، دايركت نروح إلى هني وهني وهني ونخلص الموضوع. لأن الأمور تحتاج تعلمونها بروحكم يعني. إنزين، الخطوة الثانية شلون نفتحها؟ إنزين شلون نفتحها؟ هاي بندناه من أول وجديد. اجي اقول له اوبن، زين اوكي ماي كريت نيو شنو قلنا له هذا، زين كليك هاي الاسم واللوكيشن وهي اطار العمل. زين اللي بعده وش اللي فتح لنا شنو المشروع بهذه الطريقه، نفتح المشروع ستريت فورورد. روح على هني مرة ثانية، افتح هني زين، روح هني وبعدها اروح الى هذا وهذا، اثنين هم نفس الشيء بس هذا يعني تقريبا في فرق خفيف بينهم، ما يحمل المكتبة، اذا كان يحمل المكتبة افضل يعني من هذا. كليك الاسم واي واي نيكست واي المشروع الثاني فتح اوكي ونشوفكم في اللي بعده.